بقدر اقيمها ازاي وايه دور تقييم المشروعات. اتكلمنا عن المره دي هنتكلم عن مفهوم دراسه الجدوى وايه المراحل. طبعا احنا اي مشروع استثماري بيمر بعدد من المراحل، يعني هو بيمر بدايه من مراحل المشروع لغايه ان يصبح المشروع قائم وبينتج تسهيل او خدمات. والمستثمر ان هو ممكن يقدر ياخد القرار الاستثماري بناء على دراسه الجدوى تقييم المدى للمشروعات الاستثماريه، لان ده برضه بيحسن عمليه اتخاذ القرار، وان هو بيفضل بيختار افضل المشاريع الاستثماريه اللي بتدي اعلى عائد في ظل ايه مقاربة منخفضه. كمان ان دراسه الجدوى ممكن ان هي بتوفر لي معلومات زي من النواحي الفنيه. طبعا دراسه الجدوى ليها 4 مراحل، طبعا دي هنشوفها مع بعض، سواء كانت في عندي دراسه جدوى مبدئيه وفي دراسه جدوى تفصيليه، ودي بتبقى شامله بقى الناحيه التسويقيه والفنيه والتمويليه للمشروع. طبعا هناخد مع بعض وانواعها. احنا اتكلمنا عن انواع المشروعات الاستثماريه، سواء كانت من حيث التاثير على طاقه المشروع، سواء كانت من حيث علاقه الارتباط الاقتصادي، او من منظور ربحي، او من منظور استثماري، او من منظور بيئي وصحي. المشروعات وقلنا في ناحيتين عشان اقدر اتخذ المشروعات، من حيث وظائف الاداره سواء كانت تخطيط او تنظيم او توجيه ورقابه، او انشطه المنظمه من الناحيه التسويقيه او الفنيه او الماليه او الاقتصاديه او الاجتماعيه. قلنا من ناحيه التخطيط ان انا بقدر احدد الرؤيه والاهداف وبدرس العوامل المحيطه بالبيئه. من ناحيه التنظيم ان انا بقدر اجمع الانشطه والموارد علشان احط موضع التخطيط موضع التنفيذ. التوجيه ان انا برشد واحفز العاملين وبقدر ادربهم على من حيث انجاز الاهداف. الرقابه بتابع الاداء وبقارنه بالاداء المخطط. طبعا في انشطه النظام الناحيه التسويقيه بشوف مدى تجاوب السوق ده لافكار السلع والخدمات الموجوده عندي، وبشوف بقدر مع عمليه تحليل الجدوى الاقتصاديه لمعرفه امكانيه السوق ان هو بيستقبل السلع او الخدمه اللي انا انتجتها. الناحيه الفنيه بشوف التاكد من قيام المشروع ده من الناحيه الفنيه. من الناحيه الماليه بقدر احدد التكلفه الاستثماريه للمشروع، بقدر بشوف تكاليف التشغيل، التضافات الماليه الداخله، وبحدد مصادر التمويل او تكلفه التمويل، وبختار بناء عليه برفض او بوافق على المشروع. خلاص ده كده من حيث اداره المشروعات. يبقى من حيث اداره المشروعات ببقى عارفه ان هو تبقى من منظور وظائف الاداره ومن منظور انشطه المنظمه. على تقييم المشروعات، واحنا قلنا برضو تقييم المشروعات ان عندي تحليل ربحيه تجاريه. التحليل الربحيه التجاريه دي منقسم عندي لتحليل ربحيه الاستثمار والتحليل المالي والتحليل في ظل ظروف عدم التاكد. احنا قلنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الطرق البسيطه سواء كانت عائد الاستثمار البسيط او خطه الاستفتاء، والطرق القيمه الحاليه او التدفقات الماضيه المخصومه سواء كانت صافي القيمه الحاليه او معدل العائد الداخلي على الاستثمار. بعد كده احنا هنشرح ان شاء الله المحاضره اللي بعد كده في فتره الاسترداد او صافي القيمه الحاليه ومؤشر الربحيه ومعدل العائد الداخلي على الاستثمار. هنتكلم على المره دي على مفهوم دراسه الجدوى وايه اهميتها وايه المراحل بتاعتها. طبعا دراسه الجدوى مهمه عشان اقدر اخد القرار الاستثماري سواء كان بقبول او رفض المشروع. بقدر ان انا قبل ما ابتدي بالمشروع اعرف انا كنت ابتدي فيه ولا لا، برتب افكاري، بشوف جهه التمويل اللي هقدر امول بيها المشروع. طبعا في مراحل لدراسه الجدوى، احدد الاهداف وبعمل دراسه جدوى مبدئيه، بعمل دراسه جدوى تفصيليه من حيث بقى الناحيه التسويقيه والفنيه والتمويليه والتقييم المالي والاقتصادي، وفي بعد كده تحليل الربحيه القوميه للمشروع. هي الوسيله اللي بيتم بناء عليها ان انا اتخذ القرار الاستثمار المناسب اللي بيحقق الهدف اللي انا المنظمه خططت ليه.
تمام. وهو برضو ان اغلبيه الدراسات بتسعى لتحديد ان هي تشوف المشروع الاستثماري صالح او ابتدي فيه او لا، من حيث توفير بعض المعلومات الفنيه والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والماليه. الى التحقق من صلاحيه المشروع بغرض ان انا اشوف ان هو بيحقق اعلى منفعه او لا. تمام. عندي مراحل دراسه الجدوى زي ما احنا شايفين، مراحل دراسه الفرصه، ومراحل الجدوى المبدئيه، ومراحل الجدوى التفصيليه، ومرحله التقييم السابق، ومرحله اتخاذ القرار الاستثماري، ومرحله التنفيذ والتقييم. في الاخر طبعا في لازم تبقى مرحله التقييم. طبعا انا عندي كده المراحل دي لازم بتمر بيها دراسه الجدوى زي ما احنا شايفين مع بعض. هناخد دراسه السوق من ناحيه تسويقيه، بقى في طلب على منتجات مشروع، في بقى اشوف ايه الحاجات المعروضه عندي الحاليه، في الاسعار، اتجاهات السوق في المستقبل ايه. دي لازم تكون دراسه مبدئيه للسوق علشان اعرف اذا كان السلع او الخدمه الموجوده عندي السوق متقبلها او لا. تمام. طبعا دراسه الجدوى المبدئيه هي مفهومها ان المفاضله بين بعض المشروعات المقترحه لاختار واحد او اكثر منها لاجراء مزيد من الدراسات التفصيليه عليها. يعني انا قبل ما ادخل في دراسه تفصيليه الاول بحدد اذا كان المشروع ده اختاره او لا. تمام. بعد كده عندي دراسه فنيه، لازم ان انا ادرس العوامل الانتاج الموجوده عندي سواء كانت خامه او طاقه او عماله، وبشوف التكنولوجيا اللازمه من الناحيه ايه الفنيه علشان اقدر ان انا اختار المشروع. من حيث الربحيه بشوف بقى الناحيه الماليه عندي، تكلفه الانتاج، ايه الايرادات المتوقعه من المشروع ده، ايه الارباح اللي انا يعني بهدف ليها. بعد كده بشوف بقى اذا كان المشروعات دي يجب دراستها في المرحله ايه المقبله، يعني الخطوه اللي بعد لما بوافق على المشروع من الناحيه السوقيه ومن الناحيه الفنيه ومن الناحيه الماليه، بقدر بقى اشوف هل يستحق فعلا المشروع ده ان انا اجري دراسه تفصيليه عليه ولا لا. وبشوف هل المشروع ده بتتناسب اهدافه مع سياسات الدوله واللي انا مخططه ليه او لا. طبعا انا لو استبعدت المشروع ده هيبقى اما مش هيبقى له سوق، او ان السوق مش هيقدر يتقبل السلع او الخدمه بتاعي بعد الدراسه. طبعا لو انا رفضته برضو من الناحيه الفنيه، ده ممكن ما يكونش عندي اصلا خامات مناسبه لحجم الانتاج بتاع المشروع، ممكن يكون المشروع غير مربح، فبالتالي لازم اعمل الدراسه المبدئيه علشان اقوم بعد كده بالدراسه التفصيليه. بعد كده القانونيه والتسويقيه والتنظيميه والفنيه والماليه والاقتصاديه. طبعا بيبقى لي عندي دراسات بقدر ادرس كل حاجه من النواحي دي علشان اقدر ان انا احدد صلاحيه المشروع دوت، اللي هو ايه لاهداف المنظمه او الاهداف اللي انا بسعى ليها. تمام. شكرا، اشكركم، وان شاء الله طرق تقييم المشروعات من الناحيه جزء عملي. اتمنى تكونوا الاجزاء اللي احنا شرحناها سواء المحاضره اللي فاتت او المحاضره دي تكون واضحه. وشكرا.